مساء الخير. يسر التلفزيون أن يقدم إلى المشاهدين الأعزاء. نقول لكم مساء الخير عليكم، ودون أن أراني في النهار وأنتم أراكم في الليل، كيف كيف؟ ها؟ ورانا جزء في التلفزيون ترى. مشاهدينا في كل مكان اللي راكم تشوفوا فينا في هذا الزمان، مساء الخير عليكم، صحة فطوركم، ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من ريحة زمان اللي راح نقدم لكم فيه عمل قديم. يقولوا ناس زمان هفت عيش وإذا فاق معليش، الجزائريين كامل في وقت من الأوقات فاق الواحد عايش غير بالهف، هو شعيب الخديم ولا سيرات بومدين. شعيب الخديمة ولد الخديمة ابن الخديمة الخماسة تخسريها معها وتتشاركوا بعضكم بعض حتى ترفد كساتها وتروح تدلل عند خويا ولا عند اختي. لازم نصيروا الحزامة، ما نخلصوا دو كرا ما، ما ندو بيس ولا تاكسي، ما نخرجوا للريستوران، ما لازمش نمرضوا، ما لازمش نشرو الدواء، ما لازم نديروا والو. سيرات بومدين هو واحد من الفنانين الجزائريين اللي قدم أعمال فنية كثيرة. الشيء اللي يميزه سيرات بومدين ربي يرحمه أنه في كل مرة يقدم عمل إلا ويحمل ذلك العمل رسالة موجهة للجمهور تاعو من خلال قالب فني. نشوفوا كيف كيف. شعيب الخديمة ولد الخديمة ابن الخديمة الخماية ديري في بالك يا مرا راني نتعب ونسعى ونكوكلكم بالرزق الحلالي على خاطركم وعلى خاطر ولادي اللي راهم قدامك. هما كل شيء بالنسبة ليا، هما آمال المستقبل. راكي تشوفي راني ندير مجهودي باش نقريهم ونربيهم تربية حسنة باش نرجعهم صالحين ان شاء الله. منين نجي للبيت ونشوف شعرك مشعطط طبلا مشيت ولباسك نتاع الدار مسخ وتبدي لي بالشكاوي عند الباب تردي عليا الكلام القبيح. إذا سألتك على الطياب واش راكي داير تنا الفطور والعشاء تنهضي في وجهي وانا غير ساكت ونمص في الملح
صابر على حالي. وإذا جاو جاني ضيف عزيز عليا نلقاه نستقبله وندخله البيت الضياف. زيد خل اهلا ضيف ربي. ياك خير؟ الحمد لله. ريح ريح. تنوضي وتبدي تسألي كل المحكمة شكون هذا اللي جا وعلاش جا وش وين جا يقعد واش يديروا له وحرز روحك. يا دن دن داني داني دن داني داني دن داني 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 يا داني دن يا دن دن داني داني دن دها ومنين تجي أمها المسكينة باش تقعد معنا في البيت؟ بعد ساعة تنوضي تعمري فيا وتعيبي وما يعجبكش الحال. تخسريها معها وتتشاروا بعضكم بعض حتى تنفدك ساتها وتروح تدلل عند خويا ولا عند اختي. علاش راكي طايره يا مرا علاش؟ يا دن دن داني داني دن دها داني دانيك يا دن داني دانيك ياها ودانيك يا داني دن داني. علاش ما تنعليش الشيطان وديري كريعاتك في مويها يبردو؟ ولا راكي باغية تفزي العشرة؟ يبدل الخدايم ديما تحت القدايم يا او يا او يا محايني وتعب القوايم خدام الليالي والسمايم كثروا عليه الفهيم وحلم النعايم وراولوا الجنة بجنانها وخرجوه سحرة هايم الدين للرقبة وهو ديما صايم قفزوا به اللعابة ظنوه متورك نايم الغربة النسورة والثيوبة متافقين مع الرعاين وصحاب الحكايم الحق ما شاف منه فتاتها والكذب بالقناطر والباطل عايم ما طاقش الطرطق جابها في عمره صار مصرى والله الدايم صوتوه ضربوه صنصلوه عذبوه عدموه
جرحوه طنحوه حزبوه فرقوه فقروه عروه جوعوه رقصوه زلطوه جردوا من دينه بعدوا على اخلاقه وخسروه فسدوه والكيف والجرايم سلام. هنا جريدة الهف. نعم هنا تفضل. واش بغيت؟ بغيتكم تتكلموا عليا شوية وديروا صورتي كبيرة في الجريدة باش كل الناس تعرفني تعرف شكون أنا. على أنت شكون؟ أنا أنا قريت 10 سنين في ماريكان. نعم. شقريت؟ قريت سوليما سوليما وبوسطن هوليوود. أنا مش شايفتك بصح منش عارفة وين. شايفتني مني شايفتك وا يمكن راكي شفتيني في الأفلام من غير شكاية. خدمت بزاف في الأفلام مع أمريكان مع الهند مصر كونغو تنزانيا كل الناس تعرفني. أنا قلت لك قريت 10 سنين في أمريكان وتعلمت كلمة ساتورن ساتورن موتوري اكسيوني كوبي. لازم الجريده نتاعكم تتكلم عليا. عندي استوديوهات كبار خدمت مع ممثلين كبار نظني تعرف كينغ كونغ مثلا. تعرفيه كينغ كونغ؟ شعلت قهوه معاه. كاين انفري بوحجر كاين شمس الدين حتوما سموه شمس الدين حنا نسموه شمس الدين. حبابي كبار. راني شايفتك وين وين. قلت لك عندي معرفه كبيره. عندي ماكياج خاصه ليا تبدلني هي في كل وقت. نعم في كل وقت تردني شيباني صغير كل شيء. عندي كذلك حبابي بزاف وانا شويه متخصص. واحد المره زعفت خرجت كما كنت ماكيي دخلت للاستوديو حليت الباب بقيت نعاير ما نحملش. انا الناس ما نحملش. فكرت عرفت طاوشتك مشيت تبيع المحلو في البلاد. محلو؟ واه محلو. مخرج هفاف محلو فوقتي بحلو بحلو.
هذا بلون مطرطق. اهم شعولة انا مانيش مغرورة كما هذاك الهف. انا نمثل وننشط في بلادي، هنا في بلادي، بلادي فيها الخير والبركة. رواية صغيرة كما هذه اللي غادي نشوفوها تنسينا هم الدنيا. أكسيون. نسيمة، نسيمة. شوشو جيت؟ جو شيري، كنت غير نستنى فيك. راني غير نستنى فيك، على بالي اليوم لا فين دي موا. وي وي، ومن بعد؟ وعلى بالي باللي خلصت. بيان سي، ومن بعد؟ وعدني باش تجيني منقوش. مالا ما كان لا منقوش ولا زوج. نعم، هاد الشهر جي بخي لا ديسيزيون دو فيغ دي زيكونومي. الأرض راهي عندنا هادي عامين. إلا بغيتينا نبنوا فيها لازم نديروا دي زيكونومي. وي جو سوي داكور افيك توا. بن فوالا، أما هذا الشهر لازم نصيروا الحزامة. ما نخلصوا دو كرامة، ما ندو بيس ولا تاكسي، ما نخرجوا للريستورون، ما لازمش نمرضوا، ما لازمش نشرو الدواء، ما لازم نديروا والو. والماكلة؟ ما ناكلوش. اه وي وي نصومو. اه شوفي جيبي لي الكارني تاعي. خفي 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 خفي. نستنى نستنى. روحي ليه روحي ليه. بون وين وين وين. فوالا فوالا، شوفي مليح. ها تسنتي الشهر اللي فات فطرنا تعشينا وبتنا عند امك دي فوا. هذا الشهر بوغ نو زيكونومي، اما لازم نفطروا نتعشوا ونباتوا عند والديك او موان 20 فوا. ها العشر اللي باقي سي موا سي موا سي مو بروبليم. على دايما والديا والديك عمرنا لا شتناهم، تعشينا عندهم غير 5 مرات، علاش ما نزيدوش 15؟ والدي انا عندهم ضيق. انا وين وين نديروا لني وين وين. بون سي با بروبليم. شوفوا اما اللي لازم نشوفوا على احبابنا. جينا ليست هنايا تاع حبابي. الله فوالا. النهار الاول ها نروحوا نفطروا عند عبدو. بون لو دو دي موا عند بن جيعان الهوال. لو تخوا دي موا عند صاحبتك بن زرزور خويره. مي مانيش نهضر معاها. مالي صالحيها صالحيها في 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 وجه ليزيكونومي صالحيها. ها الاربعاء الخميس والجمعه العرس، السبت الحد الطهاير، الاثنين الثلاثه الملاك والفاتحه. شوف هادو كاع اللي قلتهم لي فطرنا وتعشينا وفطرنا وتعشينا عندهم حتى اللي ملونا. نقول لك حاجه، شوف كيفاش دير، كاش ما داصر ديرنا حباب جدد يكبروا بينا ويزيدوا فينا شويه. مي ما عنديش الوقت، ماشي غير ما عنديش الوقت، راني ندلل رايح جاي رايح. شوفي البارح في ستاسيون تاع الطاكسي بغيت ندير معرفه مع واحد. انا جيت تجي على ما جا طاكسي دا، بغيت ندير معرفه مع واحد اخر جيت طاكسي دا، والطاكسيات نضاري تقلو هذه الخطره. النعماو النعماو ماشي غير النعماو. بون معليش معليش معليش، انا جو سوي جو سوي تخي انتيليجون ودوك نلقى لا سوليسيون. شوفي بون ما تنسيش المصروف نتاع هذا الشهر والو ما يخصش. وين ندوسو ندوسو وين تقطع انت ليره استني درك. ما تتعلقش. لا لا ما تتعليش ما تتوالو. لا لا نهضر. لا واه استني. يا حوشي حوشي حوشي. البارح الغدو التاكسيات التاكسيات كانوا الغاشي كانوا الغاشي بزاف، وحسيت في اللي خلاوني ارزاوني خلاوني 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 خلاوني. شو شو ليكونومي داها الواد اختي داها الواد داها الواد. ليكونومي ضاعت.
باش ما نعرف قدره، وانا باش نعرف قدري لازم نخليكم. اي تبقاو على خير. خلال عايش بالهف وشعيب الخديم شمينا اليوم رحلة الفنان الراحل صراط أبو مديا، وبهذا يكون الوقت بالنسبة لنا خلاص، لكنه متواصل بالنسبة لكم باش تتابعوا باقي برامج التلفزيون الجزائري. الموعد غدوة إن شاء الله نفس المكان ونفس الزمن باش تشموا وتشوفوا معنا رحلة صراط.